السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان هذا اليوم الدرس الثاني من يونت 9 جريد 4 بيج اند سمول. نعمل مقارنة ما بين المدينة والمدينة الكبيرة والمدينة الصغيرة، مقارنة أو يقارن يعني كومبير، والمدينة الكبيرة يعني سيتي والمدينة الصغيرة يعني تاون. listen to big or small. هنسمع مقطع صوتي بيتكلم فيه عن المقارنة ما بين مشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة ومميزات كلاهما أو كلا الشاشتين. I'm watching a film on our big TV. بيقول إن هو بيشاهد الفيلم على تلفزيون كبير. I like watching films with my family. بيحب يشوف الأفلام مع عائلته. On a big screen. على شاشة كبيرة. My grandma can't hear very well, so we put on the subtitles. بيقول إن جدته مش بتقدر تسمع كويس، وعشان كده بيحطوا السبتايتل يعني الترجمة. So she can read the words. ولذلك تستطيع أن تقرأ الكلمات. You can't see subtitles on a little screen. أنت لا تستطيع أن ترى الترجمة على الشاشات الصغيرة. I like watching films with my friends too. أنا بحب أشوف الأفلام مع أصدقائي أيضا. We can watch and eat popcorn at the same time. نستطيع أن نشاهد ونأكل البوب كورن اللي هو الذرة يعني الذرة اللي أنتم عارفينها البوب كورن أثناء مشاهدة الفيلم. I'm watching a film on my phone. على الطرف الآخر طارق بيقول إن هو بيحب يشوف الأفلام على التليفون. طارق اللي هو هنا. طبعاً راشد اللي هو كان بيتكلم في الأول اللي هو كان بيتكلم عن ميزات مشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة. الآن هنتكلم عن طارق. I love watching films on a small screen. بيقول إن هو بيحب يشوف الأفلام على الشاشة الصغيرة أو شاشات الصغيرة. I'm watching a film on my phone. I love watching films on a small screen because I can watch them by myself. لأنه بيقدر إن هو يشوفها بنفسه أو لوحده يعني. I can watch the film that I like best. بيقدر يشوف الأفلام اللي هو بيحبها أكثر الأفلام اللي هو بيحبها. You have a small screen. You can take it with you and watch films in the car. بيقول لو أنت عندك شاشة صغيرة طبعا مقصود بيها الموبايل أو التابلت أو الأيباد يقدر ياخدها معاه في السيارة. In your bedroom. أو حتى في غرفة النوم. Anywhere. أي مكان. You can't do that with a big screen. فأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك مع الشاشات الكبيرة. طبعاً متقدرش تأخذ معك شاشة كبيرة في التلفزيون في السيارة أو في الأماكن اللي هي تستطيع أن أنت تأخذ معك فيها التليفون. بعد ما سمعنا المقطع الصوتي Why does Rashid like big screens؟ قلنا راشد بيحب إن هو يشاهد الأفلام مع because he likes to watch movies with his family and with his friends. Why does Tarek like small screens? Because he prefer to use small screens because he can use it in anywhere, in the car, in bedroom, and anywhere. Which do you like better, big or small screen? طبعا ده السؤال يخص كل طالب، كل واحد بيشوف النوع اللي هو بيفضله من الشاشات. طيب هناخد مع بعض القاعدة الخاصة بالcomparative adjectives اللي هي مقارنة الصفات. لو أنا بقارن ما بين شيئين بضع في الصفة لو كانت صغيرة بضع فيها ER، يعني مثلا عندي الصفة هاي بيكون higher وبيج بيكون bigger. طيب هنا في الصفة البيج، الصفة بيج بنحط دبل جي عشان قبل الأخير بيكون حرف متحرك فبنضاعف الحرف الأخير فبيكون bigger، بنضيف جي ER. الصفة سيف بتنتهي ب E فاي فنضع فقط R، سيف سيفر. أما نويزي بتنتهي بـ Y والصفات التي تنتهي بـ Y بنلغي الـ Y ونضع IER نويزي نويزر. ده بالنسبة للصفات القصيرة اللي تتكون من one syllable. الصفات التي تتكون من أكثر من one syllable زي exciting بنحط more قبل الصفة more exciting وبعدين than. زي dangerous بنقول more dangerous than. في صفات لا تتبع قاعدة بتغير تماما زي good يعني جيد بتتغير إلى better.
وباد بتتغير تماما الى was. نروح لكتاب الاكتيفيتي listen to big or small. What is good about a big city? What is good about small city? طبعا هنعمل مقارنة ما بين big city و small city. عندي هنا كلمات هنا في البوكس هنقرأها وهنضع كل كلمة في المكان المناسب. shops and cafes يعني التي تحتوي على محلات ومقاهي. more space and fresh air في مساحة أكبر وهواء منعش. less traffic يعني أقل less traffic يعني أقل ازدحام مروري. different people يعني ناس مختلفة. not many people يعني عدد قليل من الناس. museums and cinemas يعني متاحف والسينمات. طبعا shops and cafes بيكون موجودة في a big city. نحط هنا shops and cafes وهنا عندي museum and cinemas كمان بيكون في البيج سيتي وعندي different people ناس مختلفة بيكونوا في البيج سيتي. أما small city بتحتوي على more space and fresh air فيها مساحة أقل وهواء منعش. less traffic وازدحام مروري أقل. و not many people يعني ناس عدد الناس أقل. بكده نكون وصلنا لنهاية شرح الدرس الثاني من الصف الرابع unit 9 big and small. يا رب تكونوا استفدتوا وشكرا جزيلا. كان معكم مستر إيهاب عادل.